اسعد الله صباحكم احبتي مشاهدي قناه الفلوجه، برنامج صباح اهلنا. صباحنا لهذا اليوم من ساحه الوثبه، المكان ذو الحركه الكبيره، حركه تجاريه واسعه وممر لمرور المتبضعين والمراكز التجاريه القريبه من الوثبه، الصدريه، باب المعظم، الشورجه، كل المناطق التجارية قريبة من هذا المكان، السنك. فتشوف الوثبة هي ساحة يعني ما تتوقف أبدا، ساحة فيها حركة قوية وصباحها يكون حيوي جميل. تشوف الناس كلها تشتغل، من الحمال، من صاحب العربانة إلى التاجر، الكل تشتغل بحركة تجارية واسعة. نبدأ بحلقتنا ونسولف ويا أهلنا وناسنا ونشوف شنو اليوم الأجواء في بغداد وشون الشباب هنا. صباح الخير. صباح النور ورحمة الله. شلون أخبارك؟ تشتغل هنا؟ والله إحنا هاي بسطيتي هنا. أي أبيع سكاكين على باب الله. سكاكين. إي كاسب يعني ما عندي لا دراسة كملت ولا توفى والدي ب 2006 بالطافيه بحي جهات منطقه مسار الطافيه، واتجهنا الى الشغل. فاول ما بديت هنا بديت اشتغل يعني كون عائلتي، احنا ثلاث اخوان وثلاثنا هنا نشتغل وعيش عائلتنا والحمد لله والشكر. فلا قدمت على تعيينات؟ والله قدمت على تعيين وداومت بالحشد فقتال يعني هاي ايدي صوبت لحد عوضني هاك بعيدي الصوابت لحد عوضني ولا كل تعويض ماكو. اي فبطلت لان شفتها اثناء القتال شفتها موت يعني. فقلت انا ما حد يستاهل اللي اضحي على مودن، راتب كانوا ما ينطونه. فالمهم يعني تكا العيشه شويه صعبه، العيشه شويه صعبه واحنا يعني هنا متبهذلين. يجون الامانه هنا الامانه يطلعون على غفله يقلبون العربان ويطلعونه، واحنا بقينا على الله وعلى العيشه هاي وهاي حالتنا. هسه اليوم انتم جيتوا صدفه الحمد لله وشكرا فاتحين بوجود العالم. فباكر او عقبه او بعد نص ساعه احنا كليتنا هسه يدفرون عرباننا ياخذون الامانه في منطقه النهضه ويحزون مكانات وما يخلونا نفتح نهائيا. بس اليوم يعني مفتحين قدرة مثل ما نقول. فاحنا بعد نطلب يعني من عقب اي من عونه ما يخلونا نفتح نهائيا. رحمة الله شكرا جزيلا. سلام 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 سلام. شو الحركة تشوفها بهذا المكان؟ والله الحمد لله يعني الحركة من ناحية يعني ما ازدحام العمل يعني شوية أحسن الأمان الحمد لله والشكر. بس أنا جيت على مود ناحية الخدمة مالتي، عندي خدمة بدنية فجيت عليها أراجعها، من عندي 31 سنة طلعت تقاعد. نأمل منعتهم إن شاء الله مساعدتهم إنه وهم ما يعني مقصرين بهذه الجهود وهذه، لانه احنا 31 سنه عندي خدمه مدنيه. فجيت اراجعهم فقالوا لي بعد يعني ان شاء الله على الرابع، فهم يبذلون الجهد احسن شوي يعني الحمد لله التقاعديه احسن ان شاء الله. يعني تدري زخم كبير. والله انت تقريبا صار لي 9 اشهر سنه من طلع. لا انت اخذت تقاعد؟ اي اخذت تقاعد الحمد لله اشكر، لكن انا نهايه الخدمه مكافئه اعمالتي. ايه فهم اذا يبذلون جهد ان شاء الله احنا نريد مساعدتهم. تطلع بصباح صباح بغداد، شلون تشوف بغداد؟ والله تدري شوي مزدحمه سيارات صباح بغداد، المواطنين الحمد لله شوي احسن، الامان الحمد لله والشكر. ايوه الحمد لله والشكر، احنا نريد الامان، وبيصير الامان يصير العمل يصير. ايه انا اشكرك جزيلا. اهلا وسهلا فيك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. صباح الخير عليكم جميعا. حبيبي مرحبا. شو اليوم الحب اللي تسولف فيه بصباحنا؟ النظام. يلا حلو. يعني هسه لو نشوف شوارع بغداد مختلف ازقتها، اماكنها، محلاتها، اسواقها، تفتقد الى النظام، وهذا بالدرجه الاولى طبعا يقع على عاتق الحكومه، وبالدرجه الثانيه والاهم طبعا المواطن نفسه. المفروض المواطن يتعاون، المفروض كلنا نتعاون. طبعا من ذب اللوم كله على الحكومه والدوله. متى ما كان الشعب منظم وكل شخص بينا يشعر بالمسؤوليه من مكانه يقدر ينظم حياته الخاصه وحياته العامه. يعني مثلا هسه تلاحظ حضرتك اصحاب البسطيات هنا الاخوان، يعني صحيح هو طالع على باب الله وفي سبيل كسب لقمه العيش وكذا، لكن كان يفترض انه يراعي مشاعر الناس الماره، السيارات غيرها. المفروض يعني يكون مثلا يحافظ على النظافه بالدرجه الاولى،
يحافظ على النظام بشكل عام، يعني ما يكون انه يفتح بوسط الطريق او بوسط شارع عام او غيرها. اصحاب المحلات السليده شوفهم حضرتك وراك، هاي الاكشاك غيرها، يعني المفروض الدوله تلتفت. يعني في مره من المرات كنت في محافظه كركوك، هذه قبل 4 أو 5 سنوات، فشفت منطقه معينه يعني اصحاب بسطيات وشنابر وغيرها. المحافظه في وقتها سوت فد شغله كلش حلوه، اخذت هذولي كلهم جمعتهم مكان واحد زين عيني، وسوت لهم فد مثقفات حلوه ومرتبه بشكلها حضاري. نعم اكيد مثل النظام. انا اشكركم، تحياتي لكم قناه الفلوجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم شنو نحتاجه بلد بالدرجه الاساس؟ والله الاحتياج بالنسبه للبلد هو انه اول شيء الامان، اثنين اعاده البناء، لانه اذا صار اعاده البناء يعني احنا حاليا متاخرين عن التطور من تطور بسنين، فعلينا انه نعيد البناء. خوش نحب البعض الثاني، نحب واحد الثاني، ماكو داعي ننبذ اصلا اسمها الطائفيه، اصلا كلمه الطائفيه حتى موجوده بمجتمعنا؟ لا هو ما موجوده، بس يعني لا المجتمع يتاثر بكل الامور، يتاثر خارجيا وداخليا، ولذلك علينا حتى اذا اريد النص قانون الغاء اسم الشيء الطائفي. هو هذا اللي احنا نريده بالبلد، والله ولا كل شيء. يعني شنو اريد اصير وزير؟ انا ما اريد اصير وزير، انا اريد الامان، البناء الحديث والتطور اللي صار بده. يعني العراقي من يشوف بلدان جديده، يعني جديده جدا تطورت، وبلدنا دا يتراجع، مو الامر يقهر يعني ويزعج؟ اكيد اكيد. عاد احنا ليش نقول احنا نريد نسابق مع الزمن؟ بس بالنتيجه احنا عراقيين، احنا اللي علمنا الناس على الكتابه، ولذلك نكون موازين الى دول العالم ان شاء الله اذا نتكاتف بيناتنا. انا اشكرك يا مرحبا. خلي نسولف ويا ناسنا واهلنا، لكن اليوم قبل ما نسولف وياهم اكو سوالف واضحه يسولف فيها المواطن العراقي، اللي هي يوميا هذا الكلام الواضح. السلام عليكم. يوميا كلام المواطن انه الاعمار والتقدم، هذا مطلب رئيسي صار عند المواطن. شلونك سالم؟ اغاتي استرك الله، رحمه الله على والدك. من اي منطقه؟ انا من المدينه. حياك. شلون وضع المدينه الخدمي؟ والله وضع تعبان، انت وانا وغيرنا كنا نعرفه، وضع تعبان هالمدينه. مدينه مجاهده، ضحت زين، انظلمت، هذا وضع المدينه. ايش تحتاج المدينه واهل المدينه؟ ايش يحتاجون؟ وسائل الخدمه، توظيف العاطلين عن العمل، هن ذن تحتاج. يعني ما يردون مناصب، ما يردون كذا، يردون هم وسائل الخدمه الموجوده تكون للدوله توفرها لهم، والتوظيف العاطلين عن العمل هذا اللي زين. اليوم مدى قناعتك بعمل الحكومة؟ عدد قد قناعتك بعمل الحكومة؟ والله جوال 50. ايه جوال 50، ولو ان شاء الله تنهض، بلكت الله الدولة، بلكت الله تبشر بخير، بلكت تنهض شوية تساعد الشباب. اني اشكرك جزيلا. الشكر لله. مرحبا. مرحبا عزيزي، الله يبارك فيك، يعطيك الصحة والعافية. شنو شغلك؟ كاسب. كاسب. متزوج ولا؟ متزوج. متزوج وكاسب، شلون يمشي حاله؟ والله يمشي حاله بالضيم يعني. شلون؟ يعني يوم يشتغل يوم قاعد، للإضافة خريج وتعبان على نفسه، يبيع جيمر يشتغل شغلات تعبانة. خوش ما تليق بالأيام اللي تعب بيها. خوش؟ فجاء نقضيها منها ومنها ونشوف الوضعية أنت مالت العراق تعبانة يعني. يعني تحس اليوم يساوى الساوى واللي درسه واللي ما درسه؟ والله صار هسه الما دارس احسن من دارس، لانه الما دارس عاد اشتغل لم يكن في الاستعب على نفسه، بس الدارس درس تعب، تاليتها حاش شهادته وقعد بالبيت. صرف مو بس صرف يعني تعب على نفسه، بعد ما له مستقبل بهالبلد هذا. شوف الوضعيه، على الوضعيه يعني 5 سنوات 4 سنوات تدرس فيها وتاليتها حاش شهادته وقعد بالبيت، لو يشتغل كالناس، لو يبيع قيمه، لو يشتغل بكافتيريا. هي الوضعية مالت البلد. الشاب العراقي في ضياع. مو ضياع، هو انتهى بعد، يعني مستقبل ما جاي نشوف اكو مستقبل. ما جاي نشوف اكو مستقبل للشاب العراقي. الوضعية هاي كلها جاي نشوف من كل النواحي، لا خدمات، لا بطالة، انت جاي تشوف نسبة البطالة جاي تزيد يوم عن يوم. خوش؟
انا اشكرك على راس عزيز تاج راس احمر. يعني فعلا يتحدث المواطن العراقي عن البطاله ويتحدث عن مشاكل يعني يعيشها الشاب العراقي يوميا. خلي نستعرض المكان ونكمل لقاءات، لكن خلينا نستعرض هاي ساحه الوثبه، هاي المساحه الواسعه هي الساحه. مثل ما تشوفون مزدحمه جدا، حركه مروريه واسعه جدا. اليوم يعني المتبضعين بالمناطق القريبه، يعني على اليسار خلي اخذ اياها زي من الصور، هذه الصدريه، منطقه الصدريه، حياك الله، منطقه الصدريه، وعلى المنطقه الخلفي هي الشورجه، واللي خلف المصور اللي هي السنك. فهذا محور رئيسي للتحرك التجاري بهذا المكان. البسطات خلي يعني نشوفها اشياء بسيطه يبيعوها المواطنين هنا، وتلقى يعني كل كاسبه وناس فقيره على باب الله وتشتغل حتى تمشي يومها. المواطن يحتاج الى اهميه ان يكون التعاون الحكومي، يكون اكو شيء من الاهتمام الحكومي به حتى يكون يعني يشعر بهذه المسؤوليه اللي ملقات على عاتق الحكومه. فبالتالي هي هذا اللي يريده المواطن. وخلي نسولف ان شاء الله ويا اهلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. زين الحمد لله. شنو شغلك؟ والله اشتغل على ليق ابي على ليق. من الكو جاي ومتزوج. الله يسلمك. وقاعد بالتجاوز هناك، زين مو ايجار. الله يسلمك. اي والله. يعني شلون تروح للبيت؟ شلون اسبوعين هناك بغداد، اسبوعين هناك بالكويت. وين تبات؟ ابات فندق والله الليله ب 5000 هنا بالصدريه ولا بالكفاح. اي والله الشغل تعبان. هاي ما بيها شغل؟ لا والله ما بيها، عندي ستوت انا طابق باب البيت والله ما بيها شغل. حتى ستوت ما تشتغل؟ اي والله ما بيها شغل، ماكو ستوتات هواي بالكويت، كل شيء هواي. هم اللي الكويت جاي يدون لبغداد والله. شو تصير يا بغداد؟ ما يجي شو تصير؟ الله يكون بعونك، تحياتنا للكود. حجينا صادق. هلا يا غالي. هلا عيوني، الله يخليك، الله يعوضك. الله يحفظك، من اي منطقة حجينا؟ أنا والله من حي التراث، من ذاك الصوب. حي التراث. إي. شلون خدمات حي التراث؟ والله زين هسه قاعدين يشتغلون. قاموا يشتغلون بحي التراث، يعدلون الشوارع، كل تعديل هسه. زين، بارك الله فيهم. اللي طالبة شنو تحتاجه؟ والله هالفقرة هاي القاعدة الشباب. لا شغل ولا عمل، هواي شباب قاعدة يعني تتريق ما تتغدى. زين هواي اكو شباب قاعدة، عوائل تعبانة اكو هواية، بركة الحكومة. عراقنا شلون؟ والله هسه زين الحمد لله والشكر. عراقنا بخير، واحنا اهل الخير. احنا اهل الخير. زين والله كلك اشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أغاكي ربي يحفظك. عجينا شلون وضع العراق؟ والله وضع العراق زين ومو زين. شلون؟ عمل ماكو، هاي وحدة، وشغلتنا بالهذا قاعدين لا عمل ولا شغل، ندور على شغل ماكو. اي عين. وندعم من الدولة تفتح لنا شغل عمل نشتغل، ما قاعدين لا شغل ولا عمل. زين حجينا اليوم المواطن العراقي ما أخذ حقوقه؟ مواطن العراقي أخذ حقوقه؟ مو كله، مو كله ما أخذ حقوقه. زين ليش ما يأخذون حقوقه؟ أكو ناس متقاعدين ياخذون. انا رجال مثل متقاعد ولا ابد، ما عندي غير بالشارع. تشتغل حجي؟ اشتغل بالسياره، عندي سياره كيه، سياره كيه عندي، اشتغل هنا بسيد السلطان علي. اشتغل بسيد السلطان علي، عندي سياره كيه، ناخذ درب مثل كروه زايده، غير هاي ما عندنا. أمان الله عمي. الله يكون معك. أمن السلام أغاتي. أشكرك ممنون عمي. شكرا لك. يعني خلي نشوف الحركة بالوثبة، هذه أيضا محلات صناعية مولدات. سولف ويا صاحبنا، شلونك؟ شلونك صديقي؟
ذاك غفلان. مرحبا اخوي العزيز، الله يحفظك. شنو شغلك؟ والله جاي على ما والله من النجف، جاي ادور على بضاعه هنا. يعني صاحب عربانه؟ لا لا يابا، لا انا جاي ادور على بضاعه. شنو تدور على بضاعه؟ يعني جاي اشتري خلاطات شيء من الاوروبي، انا اشتغل بالاوروبي. زين شنو هذا الاوروبي؟ الاوروبي جاي يستوردونه، جاي نجي نشكوك عليه. زين يعني نوعيات زينه؟ اي لا لا، نوعيات جيده الحمد لله والشكر. شنو يحتاج المواطن العراقي؟ والله هو كل شيء محتاج يعني المواطن العراقي. يعني مثل ايش؟ شاب العراقي شو يريد الشاب؟ والله واحد يريد استقرار، يعني يريد له عمل بالعراق هنا يشتغل على عمله. حقوقك ماخذها انت؟ وين الشايف حقوق رحم الوالديك؟ هسه احنا فدريد الامانه. فدريد الامانه اقول لك. شنو بالامان؟ ليش ماكو امان؟ ماكو امان، وين الامان؟ انت من يا محافظه قلت لي؟ نجف. شلون وضع النجف؟ لا وضع النجف الحمد لله والشكر. اي حبيبي. شكرا لك، تحياتنا للنجف، تمنون. السلام عليكم. السلام عليكم. شلون الخير؟ شلون الصحة؟ ما شاء الله. تشتغل ولا لا؟ لا والله شغل ما. ليش عجب؟ والله ما عماله ماك شغل. شغل ماك، كل شيء ماك، لا تعيينات لا شيء. وضالين. شلون وضع الشباب؟ والله قاضينها، لا شغل لا عمل لا هاي بالمصادر وهاي. يعني شلون راح يتزوجون؟ شلون راح يشتغلون؟ والله على الله خليه، على الله مخلينه وعلى هل. من يا منطقة؟ واصل. واصل؟ شنو باصل؟ ماكو شغل هاي صار؟ لا عندي مريض، أنا جاي هنا أنا عالج. عندك مريض؟ زين شلون وضع واسطة خدمي؟ والله زين. زين الخدمات؟ زين. طبعا. أنا أشكرك، تحياتنا لأهل الوطن. ممنون. شكرا لك، ممنون. هذا يعني هذا هو افضل وضع، يعني المواطن العراقي افضل شيء لان يكون يشعر بوجود خدمات حتى يحس انه هو الوضع اليوم يعني بي يعني استقرار. لكن الكثير من المواطنين يشعرون انه ماكو خدمات، فبالتالي هذا الوضع. خلينا نشوف المحلات الصناعيه هنا. هذه المحلات هي محلات مواد احتياطيه متنوعه وعامه المحلات. هاي محلات تصليح المولدات. السلام عليكم. مرحبا استاذ، شلونك حبيبي؟ شلون وضع المواطن العراقي؟ يعني من اي ناحيه؟ على المعيشيه تعبانه اكيد، يعني ليش تعرفوها وتعرفوها؟ تعبانه المعيشه بغداد بالعراق كافه يعني. يعني اكو ناس، اكو عائله تطب لها 5-6 رواتب، اكو عائله ما تطب لها ولا راتب، اكو عائله بها 7-8 موظفين وعائله ولا موظف، شلون بتتعب؟ ماكو عداله بالموضوع؟ ماكو عداله اكيد، هاي من تيم من عده، بس رحمه الله. زين اليوم الحقوق وين؟ ماكو حقوق اليوم، القوي ياكل الرشيد. عندك شمبر محاربيك، كلها محارب، الشعب كلها محاربه على العيشه. ممنون الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تعال هنا بس عن الصوت، خلينا نرجع شويه عن الصوت هنا أنا. شغل المولدات، تعال تفضل. نعم شلون وضعك حجي؟ سولف لي. بعدين انا عندي شغل بعدين. شلون وضعك؟ سولف لي عن وضعك. لا لا زين. ها عايشين يعني الحمد لله. لا. شنو اللي يحتاج؟ شنو تحتاج؟ والله اكو والله ونعم بالله ان شاء الله. شلون وضع بلدنا؟ والله الحمد لله ان شاء الله. عراقنا شلون؟ لا زين. زين كل زين الحمد لله. لا ان شاء الله، احنا عراق، احنا وطن، احنا شعب، احنا اسلاميه ان شاء الله. كل عراق ان شاء الله، يعني ماكو احنا تفرقه ان شاء الله. احنا هذا شيعي وهذا سني وهذا مسيحي، احنا كل عراق ان شاء الله. ان شاء الله تسوي زينه وحول قوه النبي محمد وال محمد ان شاء الله. يا عراق يا عراق. يا با شلون يا عراق؟ شلون يا بغداد؟ بغداد يا بغداد يا بغداد. احنا يا عراق، عراق وطننا، عراق عزيزة، كل شعبي عراق كله، ولا أقليمي ولا جنوبي ولا شمال، إن شاء الله. إن شاء الله.
ان شاء الله. انت من وين حجي؟ والله انا سليماني. سليمانية؟ هذا ثاني بغداد. اها. بابو الشيخ. حياك الله. ان شاء الله. ماكو فرق سليمانية بغداد. ان شاء الله. يا رب كل عراقي ان شاء الله. ان شاء الله. كل شعب ان شاء الله. تلي على محمد واني محمد. السلام عليكم. خويا شلونك؟ احنا خريجين كلية التربية. صار 5 سنوات متخرجين. تعيينات ماكو. الواسطات حدث ولا حرج. زين. يعني وزارة التربية لو يخلي لهم نظام عمي اللي خريج من يتخرج 10 ورقات نقول زين خليها بفلوس بصورة يعني اعلنوها فد مرة لأن صارت ما شاء الله كلها شدات وهذا زين يعني لو 10 ورقات الكل خريج هم الوزارة استفاد وهم يعني احنا نستفاد زين خرجنا الواسطات يعني هاي صار اقدم وترفض اقدم وترفض عمي اخوي هي تربية يراد لها تربية من الاخير والله العظيم ماكو صارت واسطات فساد يعني سواها بدون ملحل كرهوني وبالنسبه للمحاضرين امين اردو اوجه لهم رساله من هاي محاضرين يعني انت جاي تعين وزاره جاي تشجعها على انه ما تطلق تعيينات او درجات وظيفيه يا اخي عوف المحاضرين عوفه يعني وزاره تلقى محاضرين مجانين وببلاش طبعا شي يهمها بعد تفكر بينا بعد بعد روح الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام استاذ عبد الرحمن شلون وضع المواطن العراقي حقيقه مزري مزري ما بين مطرقة الحكومة اللي هي ما نعرف موالاتها المن هي الأمريكا الإيران ما أدري الأذناب مالتها الفاسدين بأب أوصال الدولة من الرأس للرأس هي مكافأة دي يصرفوها إنما نهاية خدمة قالوا وجبات ودي يسووها لجنة النزاهة ولجنة ما أدري شنو ومليون طلبوا من عندي 1,150,000 حتى يطلعون اسمي يا ابني احنا المواطن رازح تحت ضغط ما بين الحكومة وما بين اذنابهم الفاسدين اللي متواجدين باوصال الدولة اوصال الدولة منتهية المواطن منتهي المواطن يراد له منقذ اكيد لازم منقذ هذا هذا الشعب وعبر تاريخه وهذا البلد بعبر تاريخه ما ينحكم الا مو قانون إلا مو قانون قوي ما ينحكم هذا البلد يا ابني زين انا اشكرك عمو الله يحفظك سلام عليكم اهلا وسهلا بك شلون عايش المواطن العراقي والله بحاله قلقه يعني ما مستقره ماكو استقرار يعني من ناحيه الخدمات شبه مفقوده ما اقول مفقوده فرد نوب ثلاثه دخل الانسان بعمله بشيله بالنسبه للكاسب أم غير محدود يعني تحت عنوان انت حظك عرفت شلون فما تعرف اللي لك كل عليك وش طيب ثرواتنا وخيراتنا وين والله ما واضحه ما يراد عليه احنا خير للغريب وشر على ابن البلد ثرواتنا اي خير للغريب وشر على ابن البلد شر خيرنا علينا صار الشر اي لان ما مستفاد ابن البلد بالحد مي يعني الانسان يسال عدل بلوكيت يمكن ماكل عوج بينما الانسان اكو بعض المواطنين يتمتع بشيء هو اساسا ما مستحقه. يعني فماكو عداله موفقه ماكو عداله. اي. بس من نطالب؟ والله اكيد دور الحكومه هي. هي الان تسمع؟ تسمع طبعا اكيد هي يفترض هي تكون الامر من هاي وكلمتها هي تكون فوق كل الاعتبارات. يعني حكومه تكون مركزيه كلمتها وحده تحقيق العداله بين الافراد مو هذا ابن فلان هذا ابن علان. النظام القوانين فوق كل الجميع طبق بالشكل الصحيح اشكرك عمري مية سلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حبيبي عن اي جانب تحب نتحدث يعني قد يكون سيء الجانب هذا والله استاذ العزيز بسم الله الرحمن الرحيم اول شيء طبعا احنا موضوع الخدمات تمام الخدمات والبنيه التحتيه صفر بهالبلد مع الاسف احنا يعني بلد نفطي ومن البلدان الاولى بالعالم بهذا المجال بس لكن يا اخي ما اقدر اشوف حال البلد زين الفقر والبئس ومستوى الخدمات يعني مستوى الخدمات صفر يعني مشكله يعاني من عندها الصغير والكبير يا اخي سوء بالتعليم سوء بالخدمات يعني على مجتمعنا هذا وتبدا تشوف بعينك الوضعيه ونحب نوجه رساله للسياسيين للبرلمانيين خلي يرحمون هذا الشعب يعني خلي تركون شويه مساله الحسابات الشخصيه مساله المنافع الشخصيه زين السرقه ويتوجهون ولو بشيء قليل لابناء هذا البلد
نسأل الله يعني أن يعم الأمن والأمان على العراق، يعم الخير إن شاء الله. والله كريم، أنا أشكرك جزيل الشكر. حبيبي أشكرك جزيل الشكر. واقع المواطن يعني يتحدث عن الخدمات اللي هي قد تكون أكثر يعني جانب مشتت أو غير يعني متطور بهذا الموضوع. حجينا الله يساعدك. شلونك عمو؟ حبيبي أنت الله يحفظك. هلا من يا منطقة عمي؟ أنا طبعا بغدادي. على الراس الله يسلم راسك. ابن الصدريه. ابن الصدريه ايه. البغداد هنا. اي الله يحفظك. باب الشيخ. اطلب مني. الله يحفظك. لا العفو. اي شلونهم بغداد؟ والله بغداد هي ترجع الحقيقه اهلها الاولين طيبين. ولا يزال بعدهم طيبين. بس طبعا المجتمع هذا مجتمع عراقي، مجتمع عراقي الى كرامته ولا عزته ولا كل شيء. من اي محافظه يجي لبغداد هو عراقي. فطلب مالك شنو اللي تريده مني بعد التوجيه؟ قل لي. اليوم نحكي أي. عن واقع واقع الحال المواطن. شلون عايش؟ والله عايش احكيك بكل صراحه. اول شيء اني رجال تعبان، رجال تعبان هاي وحده. اول شيء اي رج اي اول بدايه رجال تعبان هاي وحده. اثنين اخذ رعايه اجتماعيه وتعبان كلش كلش تعبان. فبالقوه يعني مسير حياتي، بالقوه مسير حياتي. فالله يرحم الراحمين. والدوله احنا نريد الدوله ترحمنا، ترحم هالفقراء المساكين. والمساكين هوايه. اي فاهلي اهلي واهلك والجوارين والناس والاخوه احنا نريدهم نريدهم بخير ان شاء الله. ممنون لك. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي. الله يوفقك. شنو شغلكم؟ شغلك؟ والله شغلي والله ما اشتغل. ماكو شغل. اي والله. شلون عايش؟ الشباب كلها قاعده. وينكو شغل؟ شلون عايش؟ وينكو شغل بالعراق؟ يعني غريبه. زلمه شايب يبيع مي على الربع دينار كاتل نفسه. الشاب شنو ذنبه؟ ومن السبب؟ سبب انا لو انت لا. اللبه مالتنا وهي ذا اللبه كلها غلط من بنايتها لنهايتها غلط. تحياتي لك حبيبي. انا اشكرك. السلام عليكم. السلام. يا مرحبا. يا مية هلا. شلون واقع المواطن العراقي؟ والله شلون واقع المواطن العراقي؟ سولف. ايش احكي لك؟ متبهذلين رايحين منتهين. والحمد لله والشكر. شنو اللي نهالي المواطن العراقي؟ شنو اللي خلاه ينتهي؟ الحكومة نهتنا. الحكومة؟ اي والله الحكومة. يا جانب. كل شيء. كل الجوانب. كل شيء نهتنا. والسلام عليكم. تمام حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شلون وضعكم؟ شلون؟ خير من الله نحمد الله ونشكره. احنا عندنا مشكلة. سولف. شنو المشكلة؟ مشكلة النقل، وزارة النقل. شبيها؟ احنا سواق ناصرية بغداد. نبقى 3 أيام، 4 أيام هنا بالنهضة. واللي عالم دول اللي وخص الخط لا بخطعتهم لا بحذعتهم لا جبايعتهم جاي يقبط من المثلث ويرجع ويوميا يروح ويرد علينا. واحنا ظل 3 ايام 4 ايام من هنا نايبين بالنهضة. احنا شكوتنا على هاي بلكي توصل صوتنا لوزير النقيب. يسمعون بلكي الله وانا من بخت منبركم هذا الشريف. الست فطومة الحسني مديرة اعلام وزارة النقل. خلت تجي وشوف النهضة. النهضة 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 هي بالنهضة. هذه قضية النقل دائما يطالب بها السائق العراقي، فأتمنى يكون لها حل. هذه مشاكل العالم وأكثر، لكن بعد أن نخرج بفاصل سريع نرجع لكم. أهلاً وسهلاً بكم من جديد أحبة المشاهدين، عدنا لكم وحلقتنا لهذا اليوم ساحة الوفبة. خلينا نكمل سوالفنا ويا اهلنا وناسنا، تحدثوا عن هواي مشاكل، لكن خلينا نشوف شنو بعد اكثر المشاكل. السلام عليكم. اهلا استاذ. يا مرحبا بك استاذ. اي مفصل تشوفه ما متطور سيء يا جانب؟ والله الحمد لله بالعراق ما زال احنا اصحاب غيره وشهامه، ما عندنا سيء. زين. اي جانب؟ جانب الصحي التربوي شنو؟ والله ها الجانب الصحي والله يراد شويه، مثلا فرق صحيه او مراكز صحيه تفتحون مثلا تتوسع مراكز صحيه. توسع صح. توسيع مراكز صحيه استاذ. تمام. هاي الجانب الصحي تحدث عنه. نعم. يعني مستشفياتنا شلونها؟
مستشفيات والله العظيم جيد جدا، الله شاهد. جيدة جدا. اي والله جيد جدا، كلها زينين، اطباء يقومون بواجبهم بصوره صحيحه. الحمد لله. ما يقصرون. الحمد لله. أنا هذا كلام امام الله سبحانه وتعالى اقول لك. انا اشكر. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسلمك. تعال تفضل استاذ. والله عنده ستوتي. شغلك ستوتي؟ كراوي. وين بيها منطقه؟ بالعلومات جميله وتعرف طينه وهاي كلها على مود الكراوي. الله يبارك فيك. شو تحب الطالب؟ شنو اللي الطالب؟ شلون؟ طالب شنو الطالب؟ طالب كنت بالرابع وبطلت بالمدرسة وبطلت وجي بالستوتة. من المدينة أنت؟ إي بالمدينة. حياك الله. الله يكون بعون أهل المدينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون وضع المواطن العراقي؟ شلون عايشين؟ والله صفر. صفر؟ إيه. ماكو أي شيء مقدم إليك؟ أبد أبد أبد، كلها تعبانة، خطي هاي بالشارع كلها تعبانة، قوة عايشة على الله. اي تحكي تناقش تقول كل شيء ماكو. يا وتناجدي. يا غير تقول لي بي انت هسه كمواطن حالك من حالي. مواطن. انت هم مواطن قل لي بي يا وتناجدي. ماكو احد الناس. ابد. ذاتك حايط وتحكي وياه. كل شيء ماكو. هسه انا من البيت واحد عنده اربع شهداء. ابوي واخوتي ثلاثه. زين؟ كل شيء ماكو تناشدنا. ماكو واحد تناجد. تمام انا اشكرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. شغلك؟ شغلي بالعربانة. عربانة؟ إي. هاي هنا تنتظرون اللي يجي يسوق تطلعون وياه، صحيح؟ إي، وين اكو سوق هو؟ ماكو سوق نهائيا. يعني جايين من الخمسة الصبح لحد الآن، الخير ما بينا إذا مشتغلة يمكن ب 10,000 لو 7,000. المن تعطيها؟ كراوي سيارة، أكلك، عندك سحب، عندك خط مال المدرسة. أنا هاليك. إحنا هاليتنا بال أنا بالشعلة، وذول أخوتي بالنهروان. الله يكرمك. هذا بالنهروان يطلع الساعة بالأربعة. بالأربعة الصبح يطلع، احنا عيشتنا. وجاك الذيب جاك الواوي، يا شاحتينا واخرج منا اصعد على الرصيف. شنو هي وضعية؟ مو وضعية عمي. سووا لنا صورة حال. لو تخلونا نشتغل على حب الله، لو ننحرف عن الطريق. والله مو بعد كم يوم لو تضرب لك واحد لو ابوك سلب وتطلع انا ندمان، عوانا عمك تهل الجوع، تركت لنا الجوع، ليش واحد يطلع من طورها؟ المواطن مو حضرة جنابهم قاعدين هناك بالخضراء واحنا كاتلنا الجوع. مو وضعي يا عمي سوينا صورة حال، الله يقبل محمد. يعني تصورون انت رحمة على والديكم يعني تركت لنا الجوع. عمي استفتاح ماكو ترى، رحمة على والديك كافي كافي تبوقون تعبنا. والله العظيم استفتاح عمي جيب قرآن احلف لك بي. هاي العالم يعني الا نبوق الا نقتل نسوي لكم هيك نضربكم طلقات تردون شو تريدون عمي؟ جزء من عندنا من الصبح تجي للعصر استفتاح 1000 دينار مبايع الله يقبلها. بلاني عندي هذا ايش عده الولد الاخ ايش عده الحمال شنو مين اذا ماكو انا ما جاي اشتغل اذا انا ما اشتغل اقدر ادزل الحمال النقليات يوصل لواحد للشارع مين شي مرتبط بشي اذا انا ما قاعد اشتغل الحمال شلون يشتغل غير شلون يشتغل غير شلون ياكل عمي تركي تلتونا كتل عمي كنا وين كنا بخير كنا محترمين هسه ما حد يحترمنا عمي ما حد يحترمنا هسه زين والسياسيين وينهم يا سياسيين اليوم ممثلين الشعب لا ممثلين الشعب كلها ضمه روسها جت الامريكان بعد المن من نشوف من عندهم لا حزب يشوف لا سياسي يشوف كلها بعد ولا واحد تلقى هاي السنوات ما قدموا لك اي شيء 14 سنه 1800 مليار بايقين احنا خمس مرات نبني مثل دبي العراق بفلوس الباقون بفلوس اللي باقون هم شلون مو قاعد نشوف البوق قبال عنا عمي رحمه على والديك احنا محترق قلبي انا عمي بس خلنا خدمك خلنا نحكي ولو ماكو فائده هذا الحكي لا يضحكون علينا السياسيين هسه انا اقول لك اياها احنا لو بينا خير كان احنا كل شيء بيدينا نسوي نقدر نغير الف دوله مو دوله واحده انا اشكرك حبيبي شنو اللي تريد توقع بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أسعد صاحب محل مواد يعني إنشائية وأمور هاي صوندات ما صوندات أنابيب هاي الأمور أسعد قاعد ما جاي يشتغل أنا رجع أحكي لك مو على أسعد على التجار ولا أنا ما دافع على تاجر بس كشغل أنا أسعد جاي يعاني من الشغل ماكو شغل نهائيا ما حد جاي يشتغل منه شيء زين أسعد ما حد جاي ياخذ منه شيء انا شو راح اشتغل الحمال انت تشتغل على شغله على شغل اسعد انا كحمال اشتغل أنا على شغل اسعد زين اسعد ما جاي يشتغل انا شو راح اشتغل زين
زين انت اول شيء يعني كملت دراسه ولا بعدك؟ ما كملت. انا ما كملت دراسه. ما كملت. انا كنت ادرس. زين. للاول متوسط انا من نظام سابق انا ادرس. زين اليوم الشباب اللي قاعدين بالاماكن التجاريه بس خالي لهم فرص عمل ببالك الحكومه؟ خالي لهم خطه لتعيينهم بعقود او تعيين؟ اكو خطه ببالك لو ما عندهم؟ والله يا حبيبي ماكو هيك شيء. هذا يجوز انت يجوز انت ببالك هيك شيء. انت ببالك هيك شيء؟ احنا صارنا كم سنه ورا صدام حسين؟ صار لنا هواي ماكو نتائج، ماكو فرص عمل. يا اخي انا قصار عمري، عبرت الاول متوسط، ابوي ما لقى خبز ياكل، عفت المدرسه من الاول متوسط، عفت المدرسه قمت انا عايش عائلتي، اروح الم فافون الم ما اعرف اسوي. شويه قمت اشتغل حمال، اسالي حمال لعلمك، خاف ما تدري حمال انا، يعني فدمينا كلش عملاقه عند الشاب هاي، حمال وعماله هذا اللي عندنا. اما راتب مال الرعايه يابا، طون راتب مال الرعايه يابا، ما عندي بيت يابا، ما عندي قاع، ما عندي كل شيء. اللي سويتوه شنو؟ بس هو هم نرجع حمد الاسعد، اقول لك احنا كعائله احنا العراق كبيت طبله واحد باقه مره وساكتين، باقه مره ثانيه واحنا ساكتين. الصوت مو بي، الساكت على الحق شيطان اخرس. اهلا وسهلا. شلون وضع المواطن عاد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبدايه نشكر قناه الفلوجه اللي تاحت هذا اللقاء، الله يحييك. شكرا. والله احنا ندعو البرلمان، نواب البرلمان، خاصه من تشريع القوانين اللي من شانها يعني بتماس مباشر اللي تغير حياه المواطنين، لان هو هذا السبب الرئيسي لانتخابهم، يعني تمشيه امور المواطنين. فشوف اكثر القوانين اللي تهم وهي بصالح المواطنين تلقى بها عقل. مطوع على الشيء يهم يعني ينتظر المواطن العراقي. والله الصراحه حتى التصويت يكون يعني مجرد حبر على ورق اكثريتهن، وما يكون يعني ذاك التماس المباشر بالمواطنين، في حين جلسات اللي تكون تقاعد او الامتيازات لهم تكون النصاب كامل وأسرع القرار، يعني سريع جدا. هذا انا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا. الله يخليك. اجينا شلون العراق؟ شلون وضع العراق؟ والله العراق احنا كنا نتامل الخير. لكن الحكومات السابقه ما شفنا من عندها كل شيء، بس نتامل نقول الحكومه الجايه، لان نعتبرها وليده الحكومه الجديده، نقول نتأمل من عندها خير. نتأمل من عندها خير. يعني؟ لا مو عشنا على تأملات. الحكومة الجديدة ما صار لها فترة. وليدة. صح لو وليدة جديدة. صح. فإحنا ننطيهم 6 أشهر 7 أشهر 8 أشهر ذيك الساعة نقدر إحنا نحكم عليهم. أنا أشكرك. العفو. والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أغاتي. شنو موضوعكم اليوم؟ نحكي عن الوضع العام. حياك الله. شرف. يعني الوضع العام من ضمنها الحكومه اللي هسه دا تجي اللي دا يسوونا. شو تريد تسولف براحتك؟ والله يا اخوي احنا بالنسبه للحكومه هسه ما اسوي لك شيء. الوجوه نفس الوجوه، احنا الوجوه الجديده ما تجينا. يعني ماكو فشيء جديد اللي يجي للبلد، والبلد مثل ما تشوفه انت دا تتجول، ترى لا عمل، عيشه صعبه، تركوا عالم انداست، راحت بالرجلين، يعني مو انت تشوف هسه العالم الازدحام ترى بالشارع، ترى انتهى الوضع مالتنا. فلا تتوقع لا هاي الحكومه ولا راح تجيك اذا هاي الوجوه ما تروح، كل شيء ما يصير لك. يتغير شيء؟ لا 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 لا, لا ابد. انا دا اقول لك وهذا موجود مكاني، وتعالي بعد 10 سنين تبقى هاي الوجوه تاكل بلحمنا وتاكل بعظمنا. سبب. اخي ما اعرف والله، احنا هاي لعنه من السماء علينا، ما اعرف. لعنه على العراق؟ اي بس العراق. ليش بلدان كلها عايشة ومع العلم هذا الخير اللي بالعراق ما يملكوا ذولا ربعهم؟ زين؟ يعني أروح هسه على السودان، روح على أي دولة فقيرة ما تملك مثل اللي يملك العراق، بس ماكو مواطن عراقي. يعني يا بشر حسوا بالمواطن العراقي. فعلا لابد يحسون. ما يحسون والله ما يحسون. ودعتي يعني احنا وصلت بينا، بس مع الأسف أقول ما يطلع لنا واحد شخص اللي يقول لنا يا بتعالوا طلعوا. احنا هسه اذا نطلع وحدنا
ونطلع مظاهرات وحدنا يتهموكم شتلت يستلمونه اشتغل البعثية والداعشية اي كل شيء يسمونه الله وكيله انا اشكرك يا حبيبي السلام عليكم حياك الله شلونك حبيبي حياك الله الله يخليك الله يحفظك احب اسولف فيديو عن اي ملف الملف اول شيء من جانب الديني بعدين جانب الاخلاقي بعدين جانب السياسي هاي وحده اثنين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائك تصلون على النبي ايها الذين امنوا صل عليه وسلم وتسلم اللهم صل على محمد وآل محمد الشغلة الأولى أكو فد سالفة أريد أقولها عسى ولعل توصل للحكومة الأول وحدة غذاء العقل دراسة كل حذافيرها اثنين غذاء الروح الدين كل حذافيرها غذاء الجسد الواقف عليه أنا الطعام كل حذافيرها هاي وحدة اثنين هاي وحدة شو اثنين شو يقولون أكو فد قول الإمام علي عليه السلام شو يقول أغناكم أقنعكم حكمة 500 عم طلع شغل حكمة 5555 شو الغاية من هقول الغاية أنت تكون عندك ثقة بنفسك الغاية يعني أنا مقتنع بنفسي راح تغنى صح ولا غلط أنت مقتنع بوضعك أنا مقتنع ما طول أنا عندي ثقة بنفسي وأنا مشتمل هواي ما أخاف بس من الله حقوقك وين حقوقي أنا أخذها بيدي وإن شاء الله ما حد يقف بوضعي بس الله شلون يعني شلون حتاخذه بيدك؟ اسال لي وانا اجاوبك. طريقه حشيال عندك حق ضايع شلون حتجيبه؟ حق انا حقي ما يضيع. ما طول علي النبي طالب ولا البيت ما يطيع حق. النبي طالب الطاق الله طاق عقل. ايه؟ يعني انت على راسنا امامنا وسيدنا علي بن ابي طالب عليه السلام، لكن انت اليوم عقل، انت اليوم مو مسير، انت اليوم مخير، مواطن عراقي مخير، صح. ما تتسير. صح السالفه. فليش تقول انت اليوم اني ما يخالف، احنا نحكي عن واقع حال. هاي فوق بالآخر عود تنأخذ الحقوق كان يشكرك السلام عليكم السلام عليكم ممنون خلي السلام عليكم الحقوق تؤخذ عن طريق التشريعات والقوانين طبعا. احنا مشكلتنا بالمشرعين يعني احنا الولايات المتحدة الأمريكية بها حزبين حزب يفوز وحزب يصير معارضة هاي الدول كلها احنا بالنسبة لنا كل الأحزاب تريد مقاعد تتسابق على المقاعد تتراكض على المناصب تتراكض على الموازنة حصة فلان لازم من الموازنة تصير هالقد التيار الفلاني هالقد الحزب الفلاني هالقد احنا حقوقنا بهاي المسألة ضاعت انداسينا بالرجلين يعني ما نعرف منو دا يقودنا ما نعرف منو دا يشرعنا زين اكو رجل اقتصادي دخل بالموازنة رجال الاقتصاد الخبراء الاقتصاد دخلوا بالموازنة وخططوا لو هم رؤساء الكتل يتقاسموها يعني مع الاسف يعني هاي المسائل يعني اكو ايادي تدار ايادي خفيه تدير هي هاي الايادي احنا بدنا نقول رؤساء الكتل والاحزاب اللي تتسابق على الاموال يعني العراق اصبح ما اعرف شو اقول لك مثل الغزال واقع وملتم عليه فد 50 واوي ملتم عليه كل من يريد ياخذ حصته ويطلع احنا حصتنا وين تروح يعني احنا بالنسبه حقوقنا راحت وضاعت ويا هال 265 مشرع ما اعرف 200 كل من يريد الحزبه وكل من يريد جماعته وكل من المواطن الفقير ما عليه مديوس بالرجل وكل من يريد عشيرته والعراق اصبح مثل القارب انت صاعد بي اربع يدفعوك لقدام 10 يسحبوك للخلف ثلاثه ياخذوك اليسار ثمانيه ياخذوك اليمين ما نعرف وين يعني مصيرنا شنو مستقبلنا شنو اصبح فالشيء مجهول ماكو فد وضع ضبابي يا مو يقال السفينة تكسر ربانها قبطانها اي مثل صحيح لا فعلا احنا كلها صارت قادة هسه ما شاء الله يعني ما اعرف اللي يعني الجلاد هسه اليوم هو مشارك بالحكم المجرم مشارك بالحكم واللي ما تعرف ما تدري ارهابي مشارك بالحكم كل هذا تمثل نسأل عن المعارضة همين وين هو ماكو معارضة دول العالم حزب واحد يفوز بقية الاحزاب تبقى معارضة احنا كلها تريد حصص يعني لا اكثر اعطيني حصتي ومع السلامه شو يفيد المبدا هذا نظريتهم شو يفيد المبدا امام ملايين الدولارات تنسحق ماكو مبادئ تنسحق المبادئ والحقوق تنسحق حياك الله ممنون حبيب السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذه الثروات اللي يشوفها انت وتسمع ارقامها انت ايش ماخذ منها ايش ما ماخذ منها الفقير بالعراق مديوس يعني الاموال لمن بس قل لي لمن عندنا 650 ألف حزب يعني الفقير مديوس في العراق
يعني مال واحد يقول لك انا فقير، هسه واحد يعني يخلي عينه بعين الله سبحانه وتعالى. من اي الفقير، ما هذا هذا حال الفقير. هواي ناس اكو يعني ما عندها قوت يومها، ما عندها اكل. اي هواي هواي بالعراق، اكو ناس تتغدى ما تتعشى، ما عندها، وقعاله تلعب بالملايين، يعني يطبون مكانات يعني مو زينه، يذبون اربع دفعات خمس، يخلي فقير يجي على 5000 ينطونه. انا اشكرك، الله يكون بخير. يا مرحبا، الله يكون بخير. السلام عليكم. سلام حبيبي. شو تحب تقول اليوم؟ انهينا حلقتنا لهذا اليوم، شو تحب تقول في الختام؟ والله بالبدايه انت حكيت على الحكومه والسياسيين، انت اذا ترجع لها الحكومه خوش حكومه. والله يلا شلون؟ شلون؟ اي نعم زين، لقينا واحد يقول اي لا خوش حكومه. تدري ليش؟ احنا مو خوش اوادم، احنا لو خوش حشانة. لا 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 تقول حشان، احنا مو خوش اوادم. تدري ليش؟ لو خوش اوادم الله ما يسلط علينا هاي الناس، الله سلط علينا ناس بس هو يقدر لهم. ثلاث ارباع الشعب العراقي كل واحد متبع لحزب ومستفاد منه، وهاي الناس الفقره عايشه ما تقدر تحكي، ما تقدر تسوي شيء. شنو الحل؟ ماكو حل. هذا مستفيد وهذا مستفيد، هذا شو يطلعون لك؟ يعني 1000 مظاهرات؟ الا بالشعوب مو بالحكام. اي احنا لو خش اوادم الله ما يسلط علينا. فهذا السبب، هذا السبب مالتنا، احنا مو خش اوادم عمي. الامان راح، الثقه راحت. يعني يحتاج اليوم، يحتاج اليوم سياسي او قائد يقول لك روح الظاهر؟ ليش ما المواطن يظاهر من كيفه من حاله؟ ها رحم الله والديك. ليش يوجه؟ زين وين؟ يعني الامان اذا اسال كثير من شرائح المجتمع موجهه، اي مو ثلاث ارباعهم ما حد مو مخيره. هسه انا بالنسبه لي اذا اريد مثلا اسوي مظاهرات واطلع، زين منو يطلع وياي؟ مثلا زيوني، زيوني مستفاد من فلان حزب، فرحان مستفاد من فلان حزب، غير شخص مستفاد من احد، ذولا ما يطلعون لان تنضرب مصالحهم، تنضرب مصالحهم. فهاي ما كنا تيجي. أنا أشكرك والله، الله والحمد لله، الله يكون بعونك حبيبي. هلا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل الختام المواطن أصبح يلعن نفسه، يلعن المجتمع. هذه رسالة واضحة إلى أنه الشعوب هي مصدر السلطات. فرسالة المواطن المحبط اليوم يقول لي أنه المجتمع ما أنطى كلمته، ما أنطى كلمته بالتظاهر، ما أنطى كلمته بالموقف الوطني. هذه الاتهامات الواضحة للمجتمع قد نكون احنا مو معاها بهذا الحجم، بهذه العمومية اللي يتحدث بها المواطن، لكن بالتالي هذا رأي مواطن ورأي نحترمه، بأهمية انه ما يكون اكو تجاوز او خدش لكرامة المواطن، اخيه المواطن بالشعب بالمجتمع. في الختام احييكم على امل اللقاء بكم في حلقة اخرى، التقيكم على الحب والخير دوما، في امان الله.